سلام البنات، مرحبا بكم في القناة ديالي. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات بغيت نبارطاجي معكم واحد الوصفة اللي عندي في هذا الكتاب. هذا واحد الكتاب فرنسي، هي وصفة تركية، واحد الكيكة تركية ديال الحامض، وبغيت ان شاء الله اليوم نجربها معكم وان شاء الله تعجبكم. بالنسبة للمقادير، أحتاجوا 300 غرام ديال الطحين، دقيق العادي، فرس، ثلاثمية وأربعين غرام ديال السكر البني أو السكر الأشقر. بطبيعة الحال البنات تقدروا تستعملوا حتى السكر العادي، غير هو تنقصوا شي شوية، ديروا من 280 غرام حتى 300 غرام. ثلاثة ديال البيضات، ياوغت غريك أو لا بيرلي. هنايا أنا استعملت ثلاثة ديال بيرلي باش يلا عطاوني على عبر نيشان. نورمالمون عندي 25 سنتيلتر اللي هي القياس ديال ثلاثة ديال بيرلي. كيس ديال الخميرة الكيماوية، هما كاتبين في لاغوسيت معلقة ونص ديال الخميرة الكيماوية. فاش كتجيو تعبروها هي ساشية ديال الخميرة الكيماوية، والعصير ديال نص حامضة. تشدو نص حامضة وتعصروها، إلا كانت الحامضة بيان شوغ غير صغيرة تعصرو الحامضة كاملة. نبدأ على بركة الله. أنا شحنت الفران ديالي على 175 درجة أو 180 درجة. عندي الفوغ شالور تورنون، دونك شعلتلو الفونتيلو. إلا عندكم الفران العادي شعلو الفوق والتحت عادي بحال كيما كطيبو أي كيكة. كنبداو بالطحين هو الاول، موراها كنزيدو السكر البني او لا السكر العادي على حسب شنو اختاريتو نتوما. او كنحركوهم مع بعضياتهم. من بعد كنزيدوا البيض، ثلاثه ديال البيضات كاملين دقه واحده. كنحركوهم بلا سباتول، هي واحد العجينه اللي شويه صعيبه في التحرك، ولكن غير بالعقل غير بشويه بشويه نبقاو كنحركوها بلا سباتول حتى تجمع. من فوا كتجمع كتعطينا واحد العجينة اللي هي عاقدة بحال هكا. كنزيدو عليها هادوك ثلاثة ديال بيرلي أو لا ياوغت غريك.
ومن بعد كنزيدو داك العصير ديال الحامض. وفي الاخير كنزيدو لا لوفيغ شيميك اولا الخميره الكيماويه. هنا البنات كيف ما كتشوفوا ما قدرتش نبقى كنحرك بديك لا سباتول، دوكو بديت كنحرك بالمعلقه ديال الخشب. ملي كيتخلطوا لينا كاع المقادير كتولي عندنا واحد لاباط عاقده كي بحال هكا. من بعد تاخذوا واحد المول، انا وجدت واحد المول ديال الزاج اللي هو من الحجم المتوسط، درت فيه الزبده والطحين. تقدروا تستعملوا اي مول ماشي بالضروره ديال الزاج، اي مول اللي مول فين كديروا فيه الكيكه وديروا فيه لاباط. كيف ما قلت لكم هي واحد لاباط اللي هي شويه عاقده، حتى الا ما تمشاش لكم في المول ماشي مشكل، تقدروا تو سامبلومون تمشيوها بلا سباتول ولا ما كاين حتى شي مشكل. غادي تاخذ لا فورم ديالها اون فوا كو غادي تخوى كامله في المول، غادي بيان سور غتاخذ لا فورم ديال المول ما كاين مشكل. انا اونتر طون وجدت واحد السيرو ديال الماء والسكر عادي وزدت فيه العصير ديال الحامض ونصف. بيان سور داك العصير ديال الحامض كنزيدو حتى الاخر، ما كنزيدوش مع الماء والسكر ملي كيكونوا كيطيبوا، حتى كنطفيو على داك السيرو عاد كنزيدو باش تبقى ديك النسمه ديال الحامض هو اللي غادي نسكاو بها ان شاء الله هاد الكيكه. من بعد كندخل الكيكه ديالي للفران لمده 48 دقيقه. بيان سور 48 دقيقه على حسب الفران ديالي، الا كان عندكم الفران العادي بيان سور تقدروا تطيبوها حتى اكثر، هي تقدر تطيب حتى ساعه. ملي خرجت الكيكه ديالي من الفران شديت واحد الكوردون وبيكيت هذيك الكيكه كيف ما قلت لكم لحقاش غادي نسقيوها بواحد السيرو ديال الحامض. من بعد ما كتشرب لينا هذيك الكيكه هذاك السيرو كنقدموا بيان سور هذيك الكيكه ديالنا في الطبق. انا حطيت واحد لا طونج ديال الحامض غير تزين. وبطبيعة الحال ما ننساوش واحد كويز ديال اتاي حتى هو. وبصحة والراحة البنات، الى عجبتكم هذه الوصفة ما تنساوش ديروا لايك وديروا اشتراك القناة. ان شاء الله غادي نحاول نبوستي ريغولييرمون لي فيديو ديال لي غوسيت، ولا عندكم شي اقتراحات قولوهم ليا نحاول حتى هما نديرهم في لي فيديو. شكرا على المتابعة ديالكم، بيزو البنات.